الصورة مصطفى بدودان، انت عزيز عليك التحديات وانا غندير لك واحد التحدي. ناوي هذا النهار ناخذ منك واحد المعلومة، والمشكلة غادي نحط لك صور لمجموعة من اللاعبين المغاربة وغنعطيك سؤال وخاصك تختار لي هذا السؤال هذا شكون اللي كتنطبق عليه مواصفات السؤال. نلعبوا نشوف. يلا الى قلت شكرا على الله. في هذه العشرين أو 22 سنة الأخيرة من غير كابيدون، أنت ما دخلش في المنافسة، نعم، شكون هو أحسن هداف مغربي في تاريخ المنتخب الوطني؟ غنشاهدوا وكل مرة جوج ديال الصور تختار لي الأحسن. واو سير. يلا نشاهدوا أول جوج اختيارات. صلاح. صلاح الدين باصير ويوسف حجي. نعم صلاح. صلاح بدون تفكير. لا صلاح بطبيعة الحال. إذن يوسف حجي جاور يعني بجوجهم جاورتهم في المنتخب الوطني، مي من غير أنني أنا مثلا كنت يعني الإلهام ديالي هو المثل عليه هو صلاح الدين باصير، كنت كنتمنى أن نجاوب في المنتخب وبسببه حملت الرقم 14 بسبب باصير فعلا يعني حبك حب 14 يعني بسبب صلاح الدين باصير. دونك مع احترامي ليوسف أكيد صلاح هو لاعب كبير، ولكن صلاح الدين باصير هو اختيار بدودان. يلا نشوفوا واش باصير غادي يبقى محافظ على اللقب ولكن اللي غيديه له. شوفوا الاختيار الموالي يوسف العربي. صلاح بدون تفكير. وي صلاح. يمكن سهلت عليك فاش عطيتك صلاح. يوسف العربي قيمة ثابتة، حتى هو عطى المنتخب الوطني، ولكن بحكم صلاح انه يعني راه شوف المغرب كله حل يعني باصير باصير لان تلعب كاس العالم وتسجل وتحترف يعني صلاح. صلاح واخا اذا صلاح كذلك كيغلب يوسف العربي. غنشوفوا المنافس الموالي مروان الشماخ. الشماخ لما كنت انا في ليكيب لانسيونال هو جا من بعدي ولعبنا حتى هو كان معايا في 2004 2004 ربما كان المسار ديالو الاحترافي كان يمشي اكثر من هكذا، وربما يكون كان هداف دوري الانجليزي لا يقدر يكون هداف ديال المنتخب على في جميع العصور. موهبة كبيرة مي ما مشاش في الكاريير ديالو اللي كنا كنتمناو ليه، كيبقى قيمة ثابتة من صلاح. صلاح الدين باصير. صلاح الدين باصير واخا صلاح الدين باصير مازال كيحطم الأرقام كيربح كل المنافسين. نشوفوا المنافس الموالي هداف اللي كنتكلموت عليه وصديق ديالي ولعبنا أونسومبل في المنتخب الوطني، لعبنا واحد المقابلة كنا فزنا بها 1-0 حتى هو كيبقى هداف كبير كبير بزاف. نقدر نحيد دابا صلاح ونختار كاماتشو. إذا كاماتشو رغم أنه دابا مشكل جيتي نفس الجينيراسيون هذه سميتهم، مي تيبقى صلاح هذاك سي مي كاماتشو حتى هو هداف. كاماتشو كان هداف حقيقي إلا بغينا نقولوا. وي هداف حتى هو، سجل في كأس العالم، سجل في كأس إفريقيا، من الهدافين ديال المنتخب المغربي. مصطفى غادي نشوفوا الصورة الموالية. نعم. وفي هذه الصورة هي غادي نوصلوا بها الاختيار ديالك. هذه لا فينال. إذا كاماتشو غادي يتنافس هذه المرة مع النصيري. جيل تقريبا تقريبا نفس البروفيل. يعني نفس المركز، تقريبا نفس القوة البدنية، نفس الضربات الرأسية، تقريبا نفس التكنيك ودي سميتو. كاماتشو وي صديق خويا وتوا من خيرة الهدافين المنتخب الوطني، مي اسمح لي اخويا كاماتشو نصيري هو مستقبل كرة القدم على صعيد المنتخب الوطني، وربما هو اللي يقدر يباطي الركور ديال السي محمد فارس. تنتمنى ليه الشفاء العاجل لأنه يعني هو الهدف التاريخي ديال المنتخب المغربي، وربما الأقرب هو نصيري بحكم السن بحكم الخبرة والتجربة اللي اكتسبها. تنظن خويا كاماتشو اسمح لي تعزيز عليا غادي نختار نصيري. نصيري. نعم. إذا نصيري بالنسبة لبيدودان هو أحسن مهاجم مغربي في تاريخ المنتخب الوطني. نعم.